السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام بكل خير. اليوم وفي أول مزادات الطيور في موسم 2017 نلتقيكم ومعنا أخوي سريع الهاجري مسؤول وحدة سوق الطيور ليطلعنا على المزاد وعلى أنواع الطيور اللي جات وعلى عددها. مساك الله بالخير. بالنور والسرور وطال عمرك، ونمسي على المشاهدين بالخير. طال عمرك. الله يحييك أبو حمد. الطيور اللي جات، أبغي أغلب الطيور اللي جات، وش اللي حضرت الليلة؟ والله اللي حاضره الليلة أكثرها شواهين. شواهين. بس الحرارة لها موجودة، لها قسمها. موجودة وبحل ما هو بضايع حقها إن شاء الله. لا، وسمعت أن فيه حرارة طيبة. صحيح، وبالونة بعد. ملونة. صحيح. أبو حمد، عدد الطيور مثلا في المزاد لها حد معين انكم تحطون رقم اذا وصلته، ولا عدد اللي يجي في وقت مثلا ساعه معينه انه والله خلاص هنا مثلا الساعه 6 او 7 مثلا نسكر عشان يكون عندنا احصال الطيور؟ تكون مثلا نستقبل الطيور قبل المزاد بساعتين بثلاث، فهم طبعا هل يكلمونها قبلها بيوم ولا بيومين؟ اكيد. فنقول لهم تعالوا السوق قبل المزاد تقريبا بساعتين ولا ثلاث ساعات، نرتب الارقام، نعرف ايش اللي يدخل اللي ما يدخل فيها. طبعا نبدي احنا الكبير اللي هو 16 بديه اللي هي الشواهين. الشواهين والحرارة بعد نبدي الزين فيها. زين، الشاهين 16 يعني يبدأ علشان مرغوب ولا؟ والله يبدأ على أنه شانه في ناس ترغبه، يعني رغبته، أو لأنه مثلا قلة اللي تجي، أي لأنه مثل ما قلت بعد العدد 16 أقل من ال 15 من 15 والربع، أي أقل لأن عددكم محصور. هذا جاء شيء من الألوان اللي تسويقها اكثر الحرار؟ لا، الشواهين ايه كلها موجوده ان شاء الله، بنشوفها كلها. إن شاء الله. كلها موجوده، كلها موجوده ان شاء الله باذن الله. بنشوف مع اخوي خالد، الظاهر انهم يجهزون الطيور حق المزاد. سمعنا خالد، اعتقد ان خالد طيب. تجهيز هناك شو اللي يكون موجود للعرض؟ طريقه العرض، طريقة العرض رتب الطيور قبلها ما قاطعك، لكن جماعة الفيديو نبدأ مع خالد ونشوف الموسم 16. وين الطير؟ أفغاني ولا؟ الله. فارسي 16. الوزن 1060 1050. أحد يبي يقيس 16؟ أحد يبي يقيس 1050؟16 فارسي 1050 الوزن. من يفتح الباب؟ الف وخمسين وزنه. من يفتح الباب؟ 16 فارسي 1050 الوزن. عاد يفتح الباب؟ 16 الرب فارسي
حلوه من الطير. ما شاء الله. من يفتح الباب؟ 30. يلا نقول بسم الله. 30,000. 30. 30. الله يجزاك خير. 30. 30. 30. بلاش. 40. 40,000. 40. 40. اكسر صوتك. 40. 40. 40,000. 45,000. 45. 45. 16. فارسي. 45,000. 45. 45. 45,000. حلوة من الطير. 45. 45. 45,000. 45. 45. 16. 45,000 واحد. 45,000 اثنين. 45,000 ثلاثة. 45,000 أربعة. آخر صوت على الطير. 45,000 خمسة. اللي بعده. ما تأكد. رقم اثنين. ستعش يطلع بخمسة واربعين ألف. الله يعين التجار. الميزان الميزان. لحظة 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 لحظة. تسعمية واثنين وخمسين. تبي تقيس؟ ستعش القياس. الطير شوي متعور مع رجله مني. طير من هو؟ تبع مين الطير؟ في جرح بسيط زلق في ساق الطير. وزنه 950. 16. وين الطير؟ فارسي. طير فارسي. 16. 950 وزن. أحد يسوم؟ أحد يفتح الباب؟ 30. 30. 30. 30. 30 وأنا جايك. 30.
30 40,000 40,000 40 فارسي 950 وزن 45,000 45,000 فارسي 950 وزن كفة طيبة في زلق والساق 45,000 45,000 50,000 واحد 50,000 اثنين 50,000 ثلاثة 50,000 أربعة آخر صوت على الطير 50,000 خمسة رأيه اللي بعده اصبر خلي الفاخر سدد 1080 وزن مقاس راهي على 16 1090 1080 طرح سوريا العطر 1000 ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن 16 1080 وزن طرح سوريا ما شاء الله تبارك الرحمن من يفتح الباب لو اني اعرفه من يفتح الباب لا بعد عليك بعد 50,000 55,000 55,000 55,000 55,000 فاخر ما يحتاج تقرب ولا تبعد 55,000
طير درجة أولى 56,000 56,000 56,000 اللي يبي النادر اللي يبي الطير الطيب 58,000 58,000 طرح سوريا حمر عطر 59,000 على 2 60 وريضين ترى 65,000 نعم 65,000 65,000 طرح سوريا 65,000 65,000 واحد 65,000 اثنين 66,000 66,000 68,000 68,000 وزن 1080 16 لون فاخر والطير فاخر 68,000 واحد 68,000 اثنين 69,000 بلاش 69,000 69,000 69,000 واحد 69,000 اثنين 69,000 ثلاثة 69,000 أربعة آخر صوت على الطير لا يطوفكم الطير يا رب 69,000 خمسة راعي محمد نشوف الطير ما شاء الله وصل سعر طيب بالنسبة للطيور اللي انعرضت اخوانه اللي قدامه اللي كلها طيبة فيها لا لكن مميزات الطير اللي يقبل انه يدخل المزاد فيه مواصفات للطير تمنعه فيه مواصفات تزيد رغبة المشتري فيه اللي تمنع على سلمك اذا مثلا فيه عذروب نعم عذروب واضح ريشة متكسر الامور ثانيه يعني فيه مثلا ريشه والمرض شيء مبين شيء واضح يعني شيء تشوفه شوف العين هذا اللي ومثل ما قلت قبل المقاسات الكبار مرغوبه صحيح مثل ما شفنا الحين الطير اللي طرح سوريا طرح السوري بالنسبه للناس اللي يجيبون الطيور اشوف بعضهم يسحب طيره ما يبيع لا ما وصل له السعر اللي هو يبيه لان البيع مش اجباري عندنا ايه
البيع اللي عندنا في السوق مش اجباري، نعم. على حسب البايع اذا وصل السعر اللي هو يبيه تمت البيع. يعني اتوقع انه برا بيعين سعر افضل من اللي هو عينه مثلا في المزاد، ولا والله بيصبر؟ والله هذا الرزق عند الله، عند الله سبحانه. بعضهم يعني لان اشوف والله انا اشوف انه في اسعار على اسعار زينه، يعني مثل الطير ذا اللي جاب ظاهر 69 سوري، السوري صحيح طير عود وزين، لكن ما هذا ما سوق، ما وصل ما وصل هذا سوقه، يمكن هو ما يعني ما جاب له فايدته اللي هو مثلا خسر فيه. أكيد انها ما جاب له فايده، لو انه جاب له على الاغلب حتى لو راس ماله يمكن انه يوافق على البيع يمكن. طيب لكن ما تدري بعد عرض الطير، هم اشوفهم هنا يروحون صوب الطاوله، طاوله عليها ميزان، صحيح عليها ميزان والشاري يشوف بعينه كم وزن الطير والقياس عنده ايش اللي ودي يصير. يمكن يختلف مقاس البدايه، هذه 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 على قولتهم مسمار في لوح، مقاس الشاري غير ومقاس البايع غير، لكن الفرق بينها بسيط يعني. إيه طبعا ما راح يكون في فرق يعني، بدل يجيك البايع يقول لك طير 16 ولا جاك الشاري يقول لك لا 16 الا، لان ال 16 سعره غير عن 16 الا. الوزن الوزن بعد يخلف مثلا الطير، ممكن الطير 16 ووزنه يغذي وزنه 1000 ولا 900 ايه. مهم مو بوزنه، لا مو الواجب يكون اعلى، اي لازم فوق ال 1000 زين. ممكن الألف. التعب يعني احنا خلينا نستبعد المرض منه، انه ممكن المشتري يقول لحق انه يفحصه ايه لا في الشريه على طول من المربع اللي وراك في المزاد، نعم. يسحب الطير هو الشاري والبايع يروحون على العياده، وفاتحه العياده فاتحه للمزاد، للمزاد وفوق هذا كل الفحص يكون مجاني. بيض الله وجهكم يعني، هذه جهود انتم وعياده سوق واقف للصقور تشكرون عليها، على انتهاء المزاد وعلى ياخذ نتيجه الطير هو واقف. نعم احنا ودنا بالسؤال معك الطول، لكن بنعود صوب خالد وبنشوف اللي عنده من الطيور الطيبة إن شاء الله. طير كازاخي كم مقاس؟ 17.5 17.5 أو نص. طير فاخر رأسه أبيض 17.5. اللي يبي يقيس، اللي يبي الحر أهل الحرار، خلصت؟ يا رعي كزخ الطير صح؟ شمال غلط. ألف ومية وثمانين كازاخي 17.5 ما شاء الله تبارك الرحمن. فاخر صافي بعد لك شوية بعد مسيل 45,000 فتح الباب طير شيخ ما شاء الله تبارك 45,000 كزخي 45,000 45,000 45
وين أهل الحرارة الطيبة؟ وين اللي يبيله حر طيب؟ 45 45 45 45 ألف 45 45 45 45 ألف 45 45 45 45 ألف 45 ألف فوق 17 46 ألف 46 46 46 46 ألف طير فاخر 46 ألف 46 46 46 ألف 46 46 46 46 ألف 46 ألف ما فيه أهل حرار مو موجودين حياك 46 ألف 46 ألف 46 ألف حلو الطير وزنه 1180 ما أدري ما قست طير ما فيش لك فحص حلو من الطير كم 46 ألف إيش تبي آمن 47 ألف 47 ألف 47 47 47 47 47 ألف 47 ألف واحد 47 ألف اثنين 47 ألف ثلاثة 47 ألف أربعة آخر صوت على الطير 47 ألف خمسة رأيه نصيبه نصيبك مبروك شريت الطير هذا الطير الطيب بلاش 47 ألف سأل الله يرزقك يوفقك اللي بعده اصبر بس خل حط ألف وعشرة أفغاني أحد يبي يقيس خمسطاش ونص
1010 راهي على 15.5 أفغاني ألف وعشرة الوزن 15.5 مقاس راهي على 15.5 من يفتح الباب أفغاني 15.5 راهي 1010 الوزن من يفتح الباب من يفتح الباب ما حد يفتح الباب 15.5 ما حد له خاطر أبو سمرة مرحبا منور عاد يفتح الباب 1100 باكستاني 1100 الوزن1100 ما شاء الله تبارك الله ينقص على 16 ما قلنا 16 تقيس تعال حياك زاد وزنه وزاد مقاس 1100 ونص قاسه 15.5 باكستاني وزن 1100 طلع الطير اللي بعده اللي بعده عليه علف الطير اللي بعده الطير عليه علف وين رايح ألف ومية إيه
850 فارسي عادي بيقيس خمسطعش وربع ثمانمية وخمسين فارسي اللي يدور المسابقات من يفتح بابه فارسي بالخير مرحبا هلا يلا حي مرحبا هلا ثمانمية وخمسين فارس وربع افتح الباب بعد يقول بعشرين عشرين 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 ألف فارس ثمانمية وخمسين عشرين ألف عشرين 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 ألف عشرين ألف خمسة وعشرين ألف خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين ألف فارسي خمسطعش وربع اللي يدور حمامة فخره خمسة وعشرين ألف خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين على ثلاثة من تم باثنين سبعة وعشرين ألف سبعة وعشرين ثلاثين واحد وثلاثين واحد وثلاثين يلا ترزقه واحد وثلاثين ألف واحد وثلاثين واحد وثلاثين واحد وثلاثين واحد وثلاثين ألف اثنين وثلاثين ألف رفيقنا اللي فتح الباب اثنين وثلاثين ألف اثنين وثلاثين اثنين وثلاثين اثنين وثلاثين اثنين وثلاثين اثنين وثلاثين ألف سوم موبد كل شوي عندك 32 ألف ما يحتاج إيش تطالع 33 ألف ونعم ونعم 33 ألف 33 33 33 33 ألف فارسي 15 وربع 33 ألف ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين ألف واحد ثلاثة وثلاثين ألف اثنين ثلاثة وثلاثين ألف ثلاثة ثلاثة وثلاثين ألف أربعة وثلاثين ألف أربعة وثلاثين أربعة وثلاثين أربعة وثلاثين أربعة وثلاثين أربعة وثلاثين أربعة وثلاثين ألف أربعة وثلاثين ألف أربعة وثلاثين أربعة وثلاثين أربعة وثلاثين ألف أربعة وثلاثين ألف واحد خمسة وثلاثين ألف خمسة وثلاثين ستة وثلاثين ألف ستة وثلاثين وين؟ ستة وثلاثين ستة وثلاثين ستة وثلاثين ستة وثلاثين ستة وثلاثين ألف واحد ستة وثلاثين ألف اثنين ستة وثلاثين ألف ثلاثة
36,000 أربعة. آخر صوت على الطير 36,000 خمسة. رأيه نصيبه بجنبك نصيبه. مبروك شريت فالك الحمام إن شاء الله. اللي بعده ألف وخمسين. ألف وستين. ما شاء الله. ألف وستين الوزن. وش الطير؟ باكستاني. ألف وستين باكستاني. عشر. ألف وستين بدون مقاس باكستاني. من يفتح الباب؟ وزن 1060. باكستاني. كف وجه ما شاء الله تبارك. ألف وستين باكستاني. من يفتح الباب؟ شوف كفه أول منفتح. ثلاثين ألف. ثلاثين فتح باب بثلاثين باكستاني. 1060. 30,000. 30. 30. 30. 30. 30,000. 30,000. 30. 30. 30,000 واحد. 30,000 اثنين. 30,000 ثلاثة. 30,000 أربعة. 30,000. 30,000 خمسة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم في استديو مزاد الطيور في سوق واقف. وفي هذه الاثناء ارحب باخوي ابراهيم بن علي النعيمي اللي ينضم الينا. مرحبا بك يا ابو علي. الله يبقيك يا ابو سعيد، والله يحييك. ولا تعبت ولا ندمت، الله يطول عمرك. شفنا مزاد ما شاء الله. مزاد ما شاء الله وفي طيور طيبه. في طيور طيبه، لكن انا عندي ملاحظه على فرخ الشواهين ما عليها سوم قوي. يعني لاحظنا العام الماضي ما شاء الله سومات قوية، خاصة أول مزاد وثاني مزاد كان فيها يعني سومات أكبر. يمكن لها ظروفها، بس أنا حتى أشوف أن جات طيور يمكن في طير اللي أغلى واحد انعرض اليوم اللي وصل 69. نعم. مع أنه طير كبير 69,000، طير 16.
هو 16 مرغوب، يمكن اغلى طيور راحت العام في هالقياسات والاوزان الكبيره. لكن ترى بعض الطيور النص والربع تراها تسوي فعلا طيب، يعني صحيح ما نبغيهم يبدون ذاك عليها، لكن هو المرغوب يعني فارض نفسه اكيد هو يفرض نفسه، فارض نفسه 16 ولا 15 ونص ويزيد، لكن طيور صغار مثل ما ذكرت انت فعل. نعم فعل وتصلح يمكن حق اكثر شيء المسابقات هذه مسابقه ما شاء الله. حتى الحضور يعني الحضور كلهم شاركوا في السوق. نعم ليدريك ان فيه ناس تبغي تشتري، لكن كلا يمكن له حده. انا اعتقد بسعيد هم تعلموا يمكن من العام الماضي مزادات، كثر المزادات اول طيور راحت باسعار قويه، وعقب اللي مهم مستعجل ما وراه قنصه ينتظر ويعين له الطير اللي يبغيه بالسعر المناسب. اتمنى تكون اسعارها مناسبه اصلا للالوان، حتى الالوان الصقاقير كلهم الالوان اللي انا يعني خابرها طيبه كلها موجوده. دخلت على الطيور قبل ما نطلع دخلت شفتها هي معروضه فيها الوان القانص ما يخليها اللي يحب الشاهين. اكيد اللي يدور الشاهين يمكن اكثر الناس اكتفت تقريبا، لكن اللي يدور الشاهين وبيصبر خاصه حق المسابقه متاخره. نتكلم للي بيقنص بيشتري باسعار المسابقه. جاب طاريها خالد الحين يوم قال اللي يبغي شلطه العادي، قال اللي يبغي حمام فخره. صحيح هذا هو الطير اللي يصلح الحمام فخره، والقانص على نظرته بعد والصقار نفسه يعرف الطير اللي يبغيه، يمكن كل واحد حط له طير في باله قطعه. بنرجع عند خالد ونشوف الطير اللي معاه الحين. شكرا اخوي علي. افغاني 1140 بالعرض ينقص شوي على 17. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. أفغاني أهل الحرار سبعة عشر إلا بالعرض، سبعة عشر بالطول. أفغاني من يفتح الباب؟ الحر الزين 15 20 فتحة باب 20 مسبوق عليها 15 قال 16 20 يقول 16 16 16 ألف 16 فتح باب ب 16 أفغاني 20 ألف. وين راعي 20 حبيبي أنت؟ 20 21 21 21 25 ألف 30 30 30 31 ألف 31 35 ألف 36 ألف 38 ألف 38 38 50 40 ألف 40 40 40 40 ألف طير 40 ألف 40 41 ألف 41 41 41 41 ألف طير الطيب أفغاني 41 ألف 41 41 41 41 ألف ما طعتني بالعشرين
41 واحد 5 اصوات على الطير 41-2 42 ألف 42 ألف 43 ألف تعدوك 44 ألف واحد 44 ألف 2 44 ألف 3 44 ألف 4 آخر صوت على الطير 44 ألف 5 رأيه بيت ما بعد 45 بيت نفس اللي وقف عليه السوم يزود حد عليه 45 ولا حد عليه اللي بعد وش لحظة يصفر هو الحالة تعال قيس تعال تويم تعال قيس وزن 782 15 وشوي وين مطروح الطير سوري طرح سوريا قل 15 راهي عليها طرح سوريا 780 الوزن حد يفتح الباب 15 راهي احد يفتح الباب طرح سوريا 15 راهي 780 وزن حد يفتح الباب اللي بعده يعني ها اللي بعده
ما ادري والله عند الربع. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نشوف عرض الطير اللي اعتقد انه ما انباع الحين ابراهيم. نعم هذا حر. حر. والله شوف الرغبة على الحرارة اكثر اليوم. لان لونه زين. لونه زين. اعتقد انه حجمه صغير وصل 45,000. حوالي 16.5. بس اعتقد عقب ما طلع بعد انهم قاموا في ناس راحوا. صحيح بغوا راعي حده لكن ما حد. يبغون يحده لكن ما حد. والذك اللي بيزيد في المزاد يعني ما يوقف. نعم على خصوصا رقم. من المتواجدين وبعدين انا اشوف يعني احنا موجودين اشوف من كبار الصقاقير من غير قصور طبعا اخواني الموجودين. نعم. من كبار الصقاقير موجودين. صحيح. لكن اكيد انهم لهم عين على طير معين ما بعد جاء لهذا الحين. بعض الطيور يمكن شفناها حتى العام بعد المزاد يروحون يكلمون راعي الطير ويتساومون وياه ويعطون سعر اكثر من اللي كان في المزاد. أساس إن أنا ما أزيد عليك وأنت تزيد علي، يشوفون حد راعي الطير في الطير ويعطونا قيمته. والله حتى اللي الحين يزودون. نعم. يعني يشوف رغبتهم في الشراء إنه ما يطول. تلقاه الحين عطاه مثلاً زاد بألف أو بألفين، رجع نفس الشخص عقبها على طول زاد. لكنهم يوقف عند حد اللي هو يجوز. اللي راغب الطير بيعطي حقه. لكن عز الله اللي راغب الطير. بيعطي حقه لان بعض الطيور الموجوده ما ادري باسعارها اللي هي وصلتها. ما إيه اكيد كل واحد ابو سعيد عنده ليمت يعني يقول انا بدفع لي في فرق شاهين السعر هذه. صحيح. ان عينته بهذا السعر ولا بصبر على المزاد الجاي ولا بعين لي غيره. يعني الواحد ما يضك نفسه على طير واحد. صحيح هو. نعم. ما يضك نفسه ولا بعد يثقل على روحه. صحيح. بننتقل الحين للخالد وبنشوف الطير اللي عنده وكم يوصل. جاهز. شكرا اخوي علي. ايراني 980 15.5. فارسي 980 15.5. من يفتح الباب؟ لدور الفارسي 15.5 980 وزن. حد يفتح الباب؟ ما حد يفتح الباب؟ غيره. عشرين ألف. الله يجزاك خير ويرحم والديك. عشرين ألف. فارسي 20,000. 30,000.
980 وزن، نعم. 30,004 آخر صوت على الطير. 30,005 رأيه. اللي بعده جيبه. هنا فرقيس هو وش الطير. سلام، انت بتقيس 15.5. انت تلقى شوطي انت. سبحان الله ما شاء الله عليك. ما شاء الله. أعطاك 15.5. إي قيس. عشت. تسعمية. خمسطعش ونص. طير من وين؟ باكستان. ما شاء الله 900 وزن. 30,000. 31,000. 15.5. 31. 31. 31. 31,000. 32,000. 32. 32. 32,000 باكستاني. 15.5. 33,000. 33. 33. 33,000. 34,000. 35,000. 36,000. 36. 37,000. 38,000. 38,000. 38. 38. 38. 38,000. ما شاء الله. 38. 38. 39,000. 39. 39. 39. 39,000. قفلها 40. اقفلها 40. 39. 39. 39 واحد. 39. 40,000. ما اعطيتني اياهم. 40. 40. 40. 40,000. 40,000 واحد. 40,000 اثنين. 40,000 ثلاثة. 40,000 أربعة. آخر صوت على الطير. 40,000 خمسة. رأي. عطنا اللي عندك. اللي عندك عطني إياه. إذا مو جاري مو جاهز رقم 9 عطنا اللي قريب اقرب واحد. خل
رزق. خمسطعش ونص، 980 وزن، طرح ليبيا. خمسطعش ونص، 980، 30,000 وعجل. كفو والله. 30,000 طرح ليبيا. 30 حياك. 30,000 980 وزن، 31,000 عند القاشوطي، 32 35,000 36,000 980، 15 ونص، لكن ما نقول عليها. 37,000 37,000 طرح ليبيا. 37,000 واحد، 37,000 اثنين، 38,000، 38 وين عند منه 38؟ يا مرحبا، تستاهل. 38,000 واحد، 39,000 39,000 39,000 واحد، 40,000 واحد، 40,000 اثنين، 41,000، 41 واحد، 41 اثنين، 41,000 ثلاثة، 42,000، 42,000 43,000 44 45,000 46,000
46 46 46 46 46 ألف واحد 46 ألف اثنين 46 ألف ثلاثة ليبي 46 ألف أربعة 47 ألف 47 47 48 ألف 48 ألف 48 49 ألف 50 50 50 50 50 50 50 ألف واحد 50 ألف اثنين 51 ألف قاعد لك 51 ألف 51 ألف 51 ألف 51 51 51 واحد 51 ألف اثنين 51 ألف ثلاثة 51 ألف أربعة آخر صوت على الطير 51 ألف خمسة رأيه كم تبي 100 اللي بعده اللي بعده قيس 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 اول قيس الوزن 1020 1020 وزنه باكستاني ما قسته الوزن 1020 من يفتح الباب الف وعشرين الوزن ما قسنا باكستاني من يفتح الباب باكستاني 1020 وزن ما شاء الله تبارك الله من يفتح الباب ما عاد له خاطر عشرين عشرين ألف
20 20 20 20 25000 25 25 25 25 25000 بسم الله 25000 25 25 25 25 25000 واحد 26 26000 26 26 26 26 26 26 26000 باكستاني 27000 27 27 27 27000 27000 واحد 27000 اثنين 27000 ثلاثة 27000 أربعة 27000 خمسة اللي بعده خمستاشر ونص فارس خلنا مالي مالي ألف وعشرين يود عين الله ألف وعشرين فارسي خمسطاش ونص الوزن 1020 فارسي 15 ونص من يفتح الباب الفارسي من يفتح الباب من له خاطر 15 ونص 30 ثلاثين ألف ثلاثين 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 ألف حلوة من الطير ثلاثين 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 ألف فارسي
30 30 30 30 30 30,000 30,000 30,000 واحد 30,000 اثنين 32 32,000 32 32 32 32 32,000 35,000 35 35 35 15.5 1020 وزن فارسي 35,000 36,000 36 36 36 36,000 36 36 36,000 واحد 36,000 اثنين 36,000 ثلاثة 36,000 أربعة آخر صوت على الطير 36,000 خمسة رأي اللي بعدون فنقيس فنقيس الزين الزين الفارسي ثمانمية وثمانين خمسطعش فارسي ثمانمية وثمانين خمسطعش الخير فارسي 20 20,000 20 20 20 21,000 21 22,000 23,000 24,000 25,000 26,000 26,000 26 26 26,000 واحد 26,000 اثنين 27,000 30 30 30 30 30 30,000 30,000 واحد
31,000 31 31 31 31 31,000 31,000 واحد 31,000 اثنين 31,000 ثلاثة 32,000 32 33,000 عندك 33,000 واحد 34,000 34,000 34,000 واحد الفارسي وزن 880 مقاس 15 علاج للحمام 34,000 34 أنا أشهد 35,000 35,000 35 اللي يدور حمامة فخره 35,000 36,000 36,000 واحد 36,000 اثنين 36,000 ثلاثة 37,000 37,000 واحد 37,000 اثنين 37,000 ثلاثة 38,000 38,000 واحد 38,000 اثنين 38,000 39,000 39,000 واحد 39,000 اثنين 39,000 ثلاثة 39,000 أربعة آخر صوت على الطير 39,000 خمسة راعيه نصيبك شريت اللي بعده وين بلاده وين بلاد الطير فارسي 940 وزن 15.5 فارسي وزن 940 فارسي
15:30. من يفتح الباب؟ من يفتح الباب؟ فارسي. الله يرحم والديك. 25,000. 25. 25. 25. 25,000. 25. 25. 25,000. 25,000. الفارسي 15.5. 940 وزن. 25,000. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25,000 واحد. ستة وعشرين ألف. ستة وعشرين ألف. ستة وعشرين ألف. ستة وعشرين. ستة وعشرين. ستة وعشرين. ستة وعشرين. ستة وعشرين ألف. ستة وعشرين ألف. ستة وعشرين واحد. ثلاثين. 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 لا تستعجل رزقك. ثلاثين ألف. ثلاثين. 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 واحد وثلاثين ألف. واحد وثلاثين. واحد وثلاثين. واحد وثلاثين. واحد وثلاثين ألف. فارسي. اثنين وثلاثين ألف. ثلاثة وثلاثين ألف. خمسة وثلاثين ألف. ستة وثلاثين ألف. ستة وثلاثين. ستة وثلاثين. ستة وثلاثين ألف. ستة وثلاثين ألف. ستة وثلاثين. ستة وثلاثين. ستة وثلاثين. ستة وثلاثين ألف. سبعة وثلاثين. سبعة وثلاثين ألف. سبعة وثلاثين. سبعة وثلاثين. سبعة وثلاثين. سبعة وثلاثين. سبعة وثلاثين ألف مسلم في مزاد. سبعة وثلاثين ألف. سبعة وثلاثين. سبعة وثلاثين. سبعة وثلاثين. سبعة وثلاثين. سبعة وثلاثين. سبعة وثلاثين ألف واحد. سبعة وثلاثين ألف اثنين. ثمانية وثلاثين. ثمانية وثلاثين ألف. ثمانية وثلاثين. ثمانية وثلاثين. ثمانية وثلاثين ألف واحد. ثمانية وثلاثين ألف اثنين. ثمانية وثلاثين ألف ثلاثة. تسعة وثلاثين ألف بعيد. تسعة وثلاثين. تسعة وثلاثين. تسعة وثلاثين ألف. تسعة وثلاثين. تسعة وثلاثين. تسعة وثلاثين ألف واحد. تسعة وثلاثين ألف اثنين. أربعين. 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 أربعين ألف واحد. أربعين ألف اثنين. أربعين ألف ثلاثة. أربعين ألف أربعة. آخر صوت على الطير. أربعين ألف خمسة. رأي مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، لازلنا متواصلين في تغطية مزاد الطيور في سوق واقف. شفنا عدد من الطيور أبو علي ما شاء الله وأسعار طيبة. اي ما شاء الله، لكن اشوف اكثر الطيور ما انباعت ابو سعيد، يعني توصل في الاربعينات انا اشوفها معقول، لكن ما تدري انت اللي جايب الطير كم دافع متكلف اكثر ولا. شفنا من شوي طير جابوه وتكلموا اللجنه مع بعض اللي استبعدوه. نعم استبعدوه. يمكن شوف اللجنه موجوده ولا المحرج خالد موجود، هم يشوفون الطير قبل لا ينعرض في المزاد. اذا كان عنده فريس ولا عنده علف هذا ما يدخل المزاد لانه يغير في الوزن. إذا كان في ضربة قوية في كفة ولا نعم إذا الطير في ريشة انكسرة. حتى مثل ما قلت يا تقول ضربة خالد بعد من شوي قال لهم يا جماعة ترى الطير إصبعه كان فيها مثل الزلق. أي.
علشان اللي الشيء البسيط يحرجون على الطير، لكن اذا شيء قطع ولا كسر اكثر من ريشه ولا هذه العلف ما يدل له. العلف اللي يعطي زين، يمكن طيري انا اخر علف، مو بقصده ما يدخل مزاد، ما يدخل مزاد يعني يخليه مزاد. انا ابغي طير على وزن معين، واشتري طير مثل وزنه 980 ولا 1000، وبعد ما يدرج عشاه يعود 930. صحيح. وانا ابغي لي وزن محدد اساس انه بعد بنزل من الطير الوحش. صحيح. خبر وزنه مرتفع عده، وكل ما صقرت الطير بتهضمه شوي بينزل. اكيد بينزل وزنه، لانه هو الوزن اللي يمكن ذاك وزن الوحوشيه. صحيح. عاده وحش وياكل على كيسه وجبته على راحته. وهذا من الشروط، شروط المزاد، انه ما يدخل طير وعنده باقي علف. علشان ما يزيد الوزن. نعم. ويتفاجأ به راعي الطير اللي شراه. صحيح. ويمكن يرجع هو ثاني مره للبايع او حتى المكتب اللي هو اشتراه عن طريقه. نعم. في يعني اخذ عطاء او مجادله. وهذه الشروط موجوده، ونذكر بعد مشاهدينا الكرام انه سوق واقف مفتوح فتره المزاد كامله، اي واحد بيشتري طير يوديه للسوق اللي هو المستشفى. نعم. قصدي للمستشفى. نعم. ويفحص الطير ولا ياخذ الا على فحص، الطير فيه التهاب كبد. بعد سمعت انهم يعطونه شهاده. اي نعم، شهاده ياخذها ان طيرك سليم ما في شيء، خلاص انت تبارك به. واذا مثلا لا قدر الله صار في الطير شيء، ممكن انه يرجعه على رأيه نفسه في لحظتها. صحيح. علشان ما يصير فيه انه يمكن الطير اخر اليوم او بكره او بعد. علشان هذا الموضوع المستشفى مفتوح. نعم. في فتره المزاد. هذه جهود يشكرون عليها خدمه اخوانهم الصقاقير. صحيح. اللي نسال الله انه يوفقهم كلهم. انا اشوفهم بعد يتمالون حتى على طيور هناك، واشوف اكثر الشباب حتى يمكن اللي ما يزودون، لكن اذا طلع الطير في المزاد راحوا له. اكيد هم شافوا الطيور في المجلس، مجلس الصقاقير. صحيح. وكل نحط باله على طير هو اللي بزايد عليه. انا مو باي جرب اخذها ولا اي جرم. صحيح. ولا كل واحد له غير طير معين بضر. هذا اللي زايدون عليه. شوف بعض الطيور ترتفع لان كل الصقاقير حاطه عيونها على هذا الطير. بعدين هم يشوف الطير داخل عود، لكن يوم جه هنا وشله خالد الله يعطيه العافيه، صغر الطير في يده. يمكن الرجال تغيرت نظرته. لا ما تغير نظرته، هو شايل الطير داخل ومقلب الطير وشايفه وعارف وزنه. بس انا عندي ملاحظه على بعض الصقاقير انه يمكن ينحرج او يستحي انه يروح يقيس الطير. صحيح. يعني الوزن قدام الناس كلها وموجود. صحيح. حتى على الكاميرا، لكن القياس اتمنى اي واحد بيشتري طير، لان قياسك غير وقياسي غير. صحيح. وقياس التاجر. صحيح. غير. حتى راحتك انت نفسيه، يعني انت الحين اذا استحيت ما قيسته هنا متى بتقيسه؟ بتشتريه مني وعقب بروح انا وياك قد حنا في المكتب بتقيسه بتقول لي لا ما ابغي طير. بعضهم ما يفكر بعد بالقياس. والله بيني وبينك في بالنظر. اي الشباب من الاول ايش كانوا يسوون؟ ما كان عندهم قياس، ظهري يلاقون ايديهم بعد قياسه على الطير. هذا قياسه خلاص، يعرف القياس بدون. لكن الحين تقيس وانت قياسك يمكن تزر عليه لانك تبغي تشتري، وانا ابغي ابيع، يمكن امهي للقياس شوي اعطيه مجال انه يكبر. هذا طبعا لراحتي، مو هو بانك مثلا تبغي تغشني او انك لا انا قياسيني ماني بزار على طيري عشان ما ضايقه، عشان ما يكفخ، عشان وانت عشان تعرف قياسه. نعم. عقب بعد ما تهضمه. نعم. بيكون قياسه بالقياس اللي هو بينزل. الصقار اللي مثلا يشتري الطير على انه يبغيه على عدته اللي هو شراه عليها، هذه صعبه عليه ولا يقدر هو اصلا يلحق اياها، خصوصا الشاهين. الشاهين. صحيح. بعد يمكن. صحيح. وجبته ما تكون الوحش واللي مشون القيض وزنه مرتفع، خصوصا الشاهين وجبته في اليوم اذا انت رجال راعي دعوه وراعي مقناص يمكن ما تعطيه وجبه الا مره واحده، لو غديته ما قدرت انت تعشيه لانه يخر الى اخر نطرك الصبح، يجيك مسرح بكره قانص وهو عاده. صادق. يمكن ما بعد يدرج عشاه. صادق. حتى من التعب، تعب بعض الطيور ما يدرج عشاه من التعب، لكن الظاهر عندهم باقي طيور. كم طير باقي؟ صحيح. نشوفهم عندهم طيور. بنروح الخالد بنشوف الطير اللي معه طير طيب على يده. مشكور اخوي علي. مصري 900 15 ونص الوزن 900 مقاس 15 ونص وارد مصر.
من يفتح الباب؟ 30 30 ألف 30 30 30 30 30 30 ألف 30 ألف 30 وارد مصر 900 الوزن 31 ألف 31 31 31 31 ألف 31 ألف 31 ألف 31 ألف 15 ونص 31 ألف 31 ألف 31 ألف 31 ألف 2 32 ألف 32 32 32 32 ألف 1 32 ألف 2 32 ألف 3 32 ألف 4 آخر صوت على الطير 32 ألف 5 رأي طير منه هذا طير منه عم يا صبي طيرك يا ما برقعت ترى ما برقعت ها وين ب 32 نصيبك شريت تويم ما قسته تويم فارسي 15 خلص تسعمية وعشرين فارسي طرح ساحل فارس تسعمية وعشرين الوزن تسعمية وعشرين وزنه 15 طرح ساحل فارس من يفتح الباب وسرة من يفتح الباب 25 25 25 ألف 25 25 25 25 25 ألف 26 ألف 26 26 فارسي طرح ساحل فارس 26 ألف 27 ألف 27 27 27 27 ألف 27 ألف 920 وزن 27,000 ريال 27 27
27 27 27 27 27000 27000 واحد 27000 اثنين 27000 ثلاثة 27000 28000 28 28 28 28 28 28000 28000 واحد 28000 اثنين 28000 ثلاثة 29000 29 29 29 30 30 30 30 31 31000 31 31 31 لا تصبر شور خليه يزود 32000 32 32 32 32 32000 واحد 32000 اثنين 32000 ثلاثة 32000 أربعة آخر صوت على الطير 32000 خمسة رأيه اللي بعده اللي بعده ربع روح ما شاء الله مصري صحيح الطير مصري 15 وربع الوزن 1010 ما شاء الله تبارك الرحمن ألف وعشرة 15 وربع مصري من يفتح الباب عشرين عشرين ألف خمسة وعشرين ألف ستة وعشرين ألف سبعة وعشرين ألف سبعة وعشرين ألف سبعة وعشرين سبعة وعشرين خمسة عشر وربع ألف وعشرة وزنه ثلاثين ألف ثلاثين 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 ألف واحد وثلاثين ألف واحد وثلاثين واحد وثلاثين واحد وثلاثين اثنين وثلاثين ألف اثنين وثلاثين ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين ألف ثلاثة وثلاثين حلو ابن الطير سولف 15 وربع 1010 مصري 33 33000 34000 34
34,000 واحد. أربعة وثلاثين ألف اثنين. مصري 34,000 ثلاثة. 34,000 35,000 شاورو 35,000 حلو من الطير شرط زاجل 35,000 الله يرزقه 35,000 1,110 الوزن عفوا 15 وربع 35 35 35 35 35 35,000 واحد 35,000 اثنين 36,000 شفت المشاورات 36 36 36 36 36 هذا الموسم الجاي 36 36,000 37,000 37,000 37 هنا هي 37 مجلك 38,000 38 38 38 40 40 40 40 40 40,000 40,000 واحد 40,000 اثنين 1,010 وزن 15 وربع 40,000 وزاجل علشانك 40,000 40,000 40 واحد 40 اثنين 40 ثلاثة 41 41 41,000 42,000 42 42 42 42 42 42,000 42,000 وارد مصر 42,000 1,010 وزن 15 وربع 43,000 اقعد بدينا 43 ابشر من عيوني 43 44 44,000 45,000 حمي الوطيس 45,000 استاهل 45,000 46,000 50,000 50 هذا زعلان 50 50 50 50 50 50,000 تستاهل 50,000 50 50 50 50 50 50 50 50,000 50,000 واحد 51,000 قاعد لك 51 51 51 51 51 51 51,000 51,000 واحد 51,000 اثنين 51,000 ثلاثة 51,000 أربعة آخر صوت على الطير 51,000 خمسة راعيه يستاهل اللي بعده
من جرى شو بلاده يا أذري 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 ألف وخمسين خمسطعش ونص أذري أذربيجان ألف وخمسين وزن خمسطعش ونص من يفتح الباب؟ أحد يفتح الباب؟ أذربيجان 15 ونص 1050 من يفتح الباب؟ الله يجزاكم خير 1050 وزنه أذربيجان 15 ونص ما حد له خاطر خلصتوا اللي بعده اللي بعده اللي بعده الطير اللي بعده ما تكيت ورقة يا دبار اللي بعده أول واحد عندك جيبه أي واحد اللي بعده اللي بعده على طول ها اللي ما يركض ما نقيس 16 حتى على الميزان خلص قايسين خلص نعم عليك بلاده تسعمية وستين باكستاني 16 إلا حلوة من الطير ما شاء الله تبارك الرحمن باكستاني 960 وزن 16 إلا من يفتح الباب
من يفتح باب باكستان. ضعيف الطير 960 وزن. من يفتح الباب سويد. عاد يفتح الباب 20 20 ألف. 16 إلا فتح بابه بعشرين. 20 20 20 20 20 ألف. ما عاد له خاطر. 20 20 20 20 20 ألف. 21 21 ألف 21 21 ما بحوله 21 21 21 21 باكستاني. حلوة من الطير. واحد وعشرين واحد وعشرين واحد وعشرين ألف. واحد 22 ألف 22 22. الولد وأبوه 22 ألف 22 ألف 22 ألف 22 22 22 ألف. واحد 23 24 25 25 25 25 25. واحد 25 26 26. سبك أبوك 27 ألف. قاعد لكم 27 27 27 ألف. واحد 28 28 28 30 30 30 30 30 30. واحد 31 ألف 31 31 31. 35 ألف 35 ألف 35. والولد والله انه سكت ابوه 35 ألف 35 ألف 36 36 36 36 36 36 36. واحد 36 ألف 2 36 ألف 3 37 ألف. اقعد العود 37 37 37 37 ألف. واحد 37 ألف 2 38 38 38 38 ألف. مو بحول سعركم 38 ألف 38 ألف 39 ألف 39 ألف 39 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
30,000 ثلاثة 40,000 40,000 واحد 40,000 اثنين 40,000 ثلاثة 40,000 أربعة آخر صوت على الطير 40,000 خمسة مو بحولك ها رعي نصيبر قريب
لا تردك سنة الفلفل لا تردك نصيبك تستاهل راحت عليك ما خلوني خلاص ابوي يتدخل مبروك 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 هذا الولد وابوه يتزاودون ما اخذت اللي بعده اللي بعده اللي بعده في شيء غير في شيء كل ما أنا سمعت الرشيف تالقس اسمع باقي وقت ما فيه والله ابلش خمسطعش ونص ألف وعشرين وزن من وين الطير أذربيجان ذناباه ريشة مكسورة خمسطعش ونص ألف وعشرين وزن عاد يفتح الباب ابو سمره ما سمعنا صوتك مره من يفتح الباب اذري خلاص تو اللي بعده اللي بعده اللي بعده الطير اللي بعده واحد عقب يا بس مو رابطه بس 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 واحد عقب وش من وين الطير وش بلادك مصري مصري تسعمية وخمسة وعشرين
15 وارد مصر. ما شاء الله حلوة من الطير. تسعمية وعشرين، 15 مقاسة وارد مصر. من يفتح الباب؟ هذا تشري بدري والله. ايش تقول؟ حد يفتح الباب؟ 15 20 على 2 21,000، 22,000، 22، 22، 22، 22، 22,000، 22,000، 22، 22، 25,000، 25، 25، 25، 25، 25، 25,000 وارد مصر. 925 وزن، 25، 25,000، 25، 25، 25، 25، 25، 25، 26,000، 26، 26، 26، 26,000 واحد، 26,000 اثنين، 27,000، 27، 27، 27، 27,000 واحد، 30، 30، 30، 30، 30، 30، 31,000، 31,000، 31، 31، 31,000 واحد، 31,000 اثنين، 32,000، 32,000، 32، 32، أجيك ما عليك زبوننا الطيب أنت، 32,000 تستاهل، 32,000، 33,000، 33,000، 33، 34، 34، 34، 34، 34,000، 35,000 على 2، 1 منكم يفرق، 35,000 على 2، 36، 36، تقاسمون الطير، 36,000، 36، 1، 36,000 2، 36,000 3، 36,000 37,000، 37، 37، 37، 37، 37، 37,000 واحد، 37,000 اثنين، 37,000 ثلاثة، 37,000 أربعة، آخر صوت على الطير، 37,000 خمسة. رأي أبا 15. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، شفنا معاكم آخر طير في مزادنا الليلة، وكان أعتقد أنه من مصر.
واحد. الطير مصري آخر طير، نعم 37,000 ولا باعه. الله يربحهم إن شاء الله. نقول للي باعوا الله يربحكم، ونقول للي شروا تأكلون من صيدهم إن شاء الله. وكانت هذه تغطيتنا الليلة أنا وأخوي علي بن سعيد بن نورة المزاد الطيور في سوق واقف. موعدنا وياكم بإذن الله تعالى يوم الأحد الجاي الساعة 7:30 المساء، وتصبحون على خير. مع السلامة.